أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أن القوات المسلحة تتحدى العدو وتقوم بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب. وقال الكاظمي خلال اجتماعه مع قيادة العمليات المشتركة في كركوك أن أبطالنا من القوات المسلحة يقومون بدور بطولي لتجفيف منابع الإرهاب، وقرر خلال إشرافه على سير العمليات إطلاق تسمية أبطال العراق نصر السيادة على العمليات التي انطلقت لملاحقة فلول الإرهاب بين محافظتي كركوك وصلاح الدين. ودعا القائد العام للقوات المسلحة القوات الأمنية إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة.